السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو التغيير. إذا المشاهدين، معلمون مضربون بسبب انحدار مستوى التعليم وبسبب الإهمال والتقصير من قبل الحكومة تجاه المعلم، وبسبب الفساد في مناهج التعليم، وبسبب عدم حماية المعلم، وبسبب أن العراق لا يزال فيه مدارس طينية للأسف، وبسبب اكتظاظ الصفوف بالطلبة، وبسبب أن وزارة التربية أصبحت تخضع للمحاصصة الطائفية، وبسبب أن المحاضرين يعملون بلا ثمن، وبسبب أن الفساد دمر العملية التربوية، وبسبب حماة الأجيال يرفعون البطاقة الحمراء بوجه حكومة المنطقة الخضراء. رحبوا معي بالأستاذ عباس السوداني، نقيب المعلمين العراقيين، لمناقشة هذا الموضوع. أستاذ عباس، مرحبا بك. مرحبا بك أخي العزيز. إذن حياك الله أستاذ عباس، نناقش هذا الموضوع. هل عرضتم مشاكلكم أو رؤيتكم على المختصين أو أصحاب العلاقة من المسؤولين قبل أن تذهبوا إلى الإضراب، أم ذهبتم إلى الإضراب بشكل مباشر؟ تحية لك ولجميع مشاهدي قناة التغيير. أولا لابد أن أخذ من وقت البرنامج، لابد أن أحيي وأشكر وأثمن دور زميلاتنا وزملائنا من الكوادر التربوية، وكذلك رؤساء فروع العراق وأعضاء نقابة المعلمين، ابتداء من عضو الارتباط لعضو القطاع لرئيس القطاع، وكذلك أشكر الكتل السياسية التي جاءت وأيدت وتضامت مع مطالب نقابة المعلمين، وكذلك طبعا أشكر الاتحادات والنقابات العراقية والعربية والعالمية، وأشكر أيضا السادة المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات، وأشكر أيضا القنوات الإعلامية الفضائية والإذاعات والصحف والمجلات، وأشكر طلبتنا الأعزاء، ونعتذر منهم اعتذار شديد لأنه وقفتنا لابد من هذه الوقفة، وهي من أجل أبنائنا الطلبة. نعم، حقيقة بعد قرار المجلس المركزي الذي عقد في 25 من كانون الأول لعام 2018، أي في نهاية العام الماضي، تم صدور قرار من المجلس المركزي، وهذا القرار هو قرار للإضراب ليومي 17 و18 من إشباط، وحقيقة تضمن ثلاث مطالب، هي إصلاح القطاع التربوي والسكن والترفيع والعلاوة من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر وبأثر رجعي. هذه الطلبات تضمنت في كتاب رسمي، ضمنت في كتاب رسمي، وتم إرسالها إلى الرئاسات الثلاثة، السيد رئيس الوزراء المحترم، والسيد رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس الجمهورية. وأعتقد أكثر من 40 يوم على هذه الكتب مضت، ولم تأتي أي إجابة أو أي استفسار حول مضمون قرار المجلس المركزي، وبالتالي نحن قرار واجبنا أنه النفذة، وهو الدعوة للإضراب، وتم الإضراب ليومي 17 و18، وكان حقيقة إضرابا ناجحا بكل المقاييس، والتفاف جماهير المعلمين، الأخوة المشرفين، المرشدين، جميع الأسرة التربوية مع نقابتهم، مع مطالب نقابتهم، لأنها حقيقة درس الشارع العراقي، درس السياسي، درس الاتحادات، درسوها النقابات، درسوها أولياء الأمور، درسوها السادة أعضاء مجلس النواب، السادة المحافظين، بالتالي الجميع درسها، وجدها أنه مطالبة حقيقية، مطالبة إصلاحية وإصلاح وطن، وبالتالي لما وصلت عليه العملية التربوية بانحدار شديد، وأخذت الأمية تعصف بالبلد، أخذ التسريب، تسرب الطلبة والتلاميذ تسرب بشكل غير عادي، كل هذا المعلم لم يستحق يأخذ حقوقه، المدرسة
باتت لا تليق لطلبتنا الأعزاء، الدوام الثنائي، الدوام الثلاثي، أزم المناهج. لا بس خلينا أستاذ عباس، أستاذ عباس ذكرت أنه نعم. حضرتك دزيت كتاب لرئيس الوزراء وما جاوبك 40 يوم نعم. وما رد لك جواب، يعني حضرتك تمثل 750 ألف موظف وما رجع لك جواب. لعد آن المواطن البسيط إذا كتبت كتاب الرئيس الوزراء يعني مستحيل يجاوبني. أنا حسب اعتقادي، وهذا طبعا هناك يوم أمس جاءنا وفد من مكتب السيد رئيس الوزراء، وكان عتبي أنه على من لم يوصل كتاب نقابة المعلمين بيد السيد رئيس الوزراء، وأنا أعتقد أنه لم يصله، على الأقل كان هناك جواب، يعني أبسط شيء جواب. لكن كما هو الحال في رئيس مجلس النواب العراقي، كما هو الحال في رئيس الجمهورية، اعتيادي يعني لم يعني تفاجئنا بصراحة، تفاجئنا طول هذه الفترة. ومع ذلك طبعا، مع ذلك تأكيدا على الكتب، مع ذلك كانت هناك لقاءات من خلال القنوات الفضائية وكذلك الإذاعات، ومن خلال موقع النقابة، ومن خلال مواقع النقابة في جميع المحافظات العراقية عدا أقليم كردستان. طبعا أكيد يجب أن تكون هناك لجنة متابعة أو فريق متابع لمكتب السيد رئيس الوزراء، لكن الأمر استمر، واستمرنا بعملية الإضراب اللي دام يومين، يوم أمس واليوم. وطبعا من خلال منبركم الكريم نعلن اليوم انتهاء الإضراب، غدا سيكون دوام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع زميلات وزملائي بعملهم وبخدمتهم لأبناء العراق. طيب أريد نعرف يعني، وأريد نأكد يعني، أكيد وصلتوا صوتكم لرئاسة الوزراء واستلموا من عندكم الكتب، لكن للرأي العام، لأنه اليوم وزارة التربية ذكرت من أنه أو أمس كانت تقول أنه إضراب المعلمين هو شأن ما بين وزارة، عفوا ما بين نقابة المعلمين وما بين رئاسة الوزراء، لأن إضراب المعلمين هو شيء مختص بالأمور المعيشية وبالقطع الأراضي، يعني تقول هو مو على مود المستوى التعليمي. هذا متحدث باسم وزارة التربية. أخي الكريم، أنا أؤكد لك، وزارة التربية هي مؤيدة لمطالب نقابة المعلمين، والسبب واضح من خلال المطلب هو الأول إصلاح القطاع التربوي. أنا إذا أطالب بزيادة تخصيصات الموازنة المالية لوزارة التربية، أعتقد أنه أنا أفيد وزارة التربية، ولا الفائدة ترجع إلى نقابة المعلمين كمبالغ مثلا. بناء المدارس هي أيضا تابعة لوزارة التربية، وطبعا أكيد هي تابعة لطلبتنا وأبنائنا، لكن هو شيء مكمل للآخر. فلذلك وزارة التربية حقيقة موقفها أنا أعلم جيدا، موقفها مع نقابة المعلمين بكل ما قر بالمجلس المركزي. نحن مشروعنا أخي الكريم مشروع وطني، ولن نتنصل على هذا المشروع، وبالتالي اليوم شاهدنا هناك كتل سياسية داعمة، هناك نقابات، هناك رأي عام حقيقة تفاعل، حتى أنه الأخوة والأخوات الإعلاميين يعني أشاهد تأثرهم الكبير وتعاطفهم مع هذه القضية. اليوم الجميع يهم العراق، الجميع يهم أبناء العراق، ما ممكن أنه نترك يعني نقصر تجاه أبنائنا وتجاه معلمينا وتجاه العملية التربوية تنهار. اليوم نسبة الأمية يعني كبيرة جدا، اليوم نسبة يعني الواقع يعني إذا اليوم دنخسر أجيال، دنخسر أجيال سنويا يعني. وأكيد مثل ما تفضلت ذكرت بتقريرك، نحن طالبنا منذ زمن بعيد
منذ سنوات إبعاد وزارة التربية من محاصصة الحزبية لأنها تجربة وفشلت. ويعني حقيقة للأسف الشديد لحد هذه اللحظة لم يكن هناك اختيار لوزير التربية، بل كان هناك بصراحة حقل تجارب يومية ترشح شخصية ولم يوافق عليها البرلمان. نحن نقول على أنه عندما أصبحت محاصصة نقول على الجهة التي خصت لها وزارة التربية يجب اختيار كفاءة ومهنية وعالمة وعالم بأمور التربية وبهذا الانحدار حتى يمكن أن يأتي وينقذ ما تم انقاذه. يعني اليوم هناك تركت وزارة التربية قرارات خاطئة، قرارات ارتجالية، قرارات لم تخدم الطالب ولم تخدم المعلم. اليوم معلم يتغير منهج ومعلم لم يدخل إلى دورة تطويرية بهذا المنهج يعني بحجة أنه الأموال لا تكفي. اليوم لدينا مشرفين يعملون ويستقطعون من رواتبهم لنقل من مدرسة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر. هناك مشاكل كثيرة سيدي الكريم لا أذكرها بهذه العجالة. خليني أذهب إلى آراء بعض المضربين في كربلاء وبعدين أرجع لك حتى يعني نستقرأ يعني بعض أو كل مطالبكم واحد واحد وليش أضربتم وشنو كانت المطالب حتى نعرضها على الجميع، لأنه حتى يكون هناك ضغط على الحكومة لتلبية هذه المطالب التي هي مطالب جيل حتى ما يروح هذا الجيل إلى الهاوية وحتى يرجع العراق من ضمن التصنيف الدولي للتربية والتعليم. خلينا نشوف آراء المواطنين أو آراء المضربين من المعلمين. نقابة معلمي كربلاء بالتعاون مع نقابات العراق إضراب عام شامل لطالبة بالحقوق المهدورة للمعلم والمحاضر والطالب وإصلاح العملية التربوية برمتها. لا يخفي الكثيرين عن الوضع المأساوي الذي تعيش به مدارسنا وواقعنا التربوي الحالي. المطالبة بالإضراب هو جزء وحق دستوري، هذا الحق الدستوري يجب أن يتفهمه المسؤول، يتفهم نفسه من خلال هذه الفعالية التي لاقت نجاح منقطع النظير بسبب التفاعل الكبير من كل الفعاليات الشعبية بما فيهم القيادات السياسية. نأمل خير إن شاء الله نكون قد وصلنا صوت المعلم للطالب بالإصلاح للمطالبة بالحقوق وهو صوت المستقبل. ها هم المعلمون اليوم مضربون عن الدوام لمدة يومين وذلك بسبب المحاصصة الطائفية التي جبرنا على وجودها بسبب محاصصة الأحزاب. نحن اليوم مضربين عن العمل لمدة يومين، يوم الأحد ويوم الاثنين. المطالب هي إصلاح الواقع التربوي بصورة عامة في البلد وكذلك إنشاء المدارس المناسبة مع التعليم النموذجي في العراق وكذلك عدة أمور منها المحاضرين المجانيين الذين نقذوا العملية التربوية في معظم مدارسنا. من إضراب المعلمين ليومي 17 و18 من هذا الشهر هي رسالة لمن غيب حقوقنا كثيرا. إضرابنا سيكون مفتوحا إن لم تنفذ المطالب. مطالبنا كالآتي: أولا نطالب بتفعيل قانون حماية المعلم، إعطاء قطع أراضي سكنية كي تكون سكنا لائقا لرسل العلم، إبعاد وزارة التربية عن المحاصصة وعلى أن يكون وزير التربية من رحم هذه الشريحة، توفير مدارس جيدة، مناهج تقوم على أسس علمية لا على أساس أن تغير من أجل الكسب المادي. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه آراء جانب من المدرسين والمعلمين المضربين من محافظة كربلاء. ينضم إلينا من كربلاء السيد رضا القرعاوي نائب نقيب المعلمين في كربلاء. أستاذ رضا مرحبا بك. مساء الخير عليكم أستاذ وعلى جميع مشاهدي قناة التغيير الفضائية الكرام وجل الاحترام لبرنامجكم هذا البرنامج
حقيقة منبر مبارك لتسليط الضوء على أهم تطلعات وآمال الشعب العراقي والشرائح المختلفة. حياك الله سيد رضا. يعني أنتم أجبرتم على هذا الإضراب، ولكن ما الذي دفعكم إلى هذا الإضراب؟ حقيقة بدءا أتقدم بتحياتي للسيد نقيب المعلمين العراقيين الأستاذ عباس السوداني، هذا الرجل الفارس الشجاع الذي حقيقة الدمعة التي سالت من عينيه يجب حقيقة أن يراجع جميع سياسي العراق مواقفهم تجاه المعلم. ما دفعنا على هذا الخيار الصعب حقيقة هو خيار صعب، ورآه جميع المعلمين بعيون السيد نقيب المعلمين عندما نزلت دموعه عندما سئل عن موضوع اتخاذ هذا القرار الصعب. لكن للأسف الشديد نقول 15 عام بل 50 عام منذ تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة لم تتخذ شريحة من الشرائح حق الإضراب سوى نقابة المعلمين العراقيين وجماهيرها، واليوم جماهير المعلمين أكدت برسالة واضحة وصريحة ثقتها بنقابة المعلمين، واليوم زمام المبادرة حقيقة بيد نقابة المعلمين وجماهيرها. رسالة إلى حكومة الدكتور عادل عبد المهدي، هذه الحكومة التي أعلنت بدءا عن طريق البوابة الإلكترونية والنافذة الإلكترونية كما أطلق عليها، ولكن للأسف لم نشاهد، شاهدنا شباكا تخرج منها النافذة. اليوم قرار الإضراب، هذا القرار قرار قانوني وشرعي، ونقابة المعلمين حقيقة مؤسسة تعمل بقانون خاص لها ثقلها الجماهيري في العراق، وكذلك ترتكن إلى مجموعة من العوامل التي تساعدها في حقيقة مواصلة مشوارها على اعتبار أنها معايير دولية والنقابات حركة نضالية. يعلم الجميع تأسيس النقابات ليست منا من حكومة أو من دولة، وإنما النقابات مؤسسات بدأت منذ عصر النهضة الحديثة من أوروبا وغيرها حتى انتشرت هذه النقابات للدفاع عن حقوق المنضوين تحت لواءها. اليوم المعلمون في كربلاء تحشدوا أمام نقابتهم، ومن البصرة إلى الموصل إلى بغداد إلى جميع محافظات العراق، نقول لحكومة الدكتور عادل عبد المهدي ولا السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الحلبوسي، 750 ألف مواطن عراقي أقل شهادة يحملوها هي الدبلوم تظاهروا ضد حكومتكم. اليوم الشرعية شرعيتكم على المحك. اليوم نخب الشعب العراقي نخب بارزة، نخب مثقفة تحترض على أدائكم الحكومي، إذن كيف بالعامل البسيط؟ اليوم مشاعل النور ارتفعت، وهذه المشاعل حقيقة وصلت إلى طريق مسدود مع الحكومة. هناك 32 مطلب، نقابة المعلمين لن تتراجع عن مطلب واحد، وهذه المطالب بعضها مطلب آني سريع الحل، والآخر ضمن استراتيجيات الحكومة. حتى نحن في نقابة المعلمين اطلعنا على البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالتربية، وجدناه عبارة عن برنامج بسيط ومتواضع. اليوم العراقي يعاني من نقص 25 ألف بناية مدرسية، هاي رسالتنا إلى من يقول أن المعلم خرج لأجل حقوقه الشخصية. هناك نقص 25 ألف مدرسة، هذه 25 ألف مدرسة حددت النقابة ووضعت خطة، أيضا ساعدت الحكومة في ذلك، وضعت خطة مداها 4 سنوات لحكومة الدكتور عادل عبد المهدي أن تبني 25 ألف مدرسة. ويعلم الجميع أن العراق فيه نسب نمو سكاني مرتفعة، نعم، تحدد بنسبة 3%. إذن هذه 25 ألف مدرسة بعد 3 سنوات أيضا فيها نقص، هذه أيضا مطالبنا أيضا كانت متواضعة من الحكومة. طيب نعم، أنا أشكرك أستاذ رضا القرعاوي نائب نقيب المعلمين في من كربلاء، شكرا جزيلا لك. أعود إلى السيد عباس السوداني نقيب المعلمين العراقيين. أستاذ عباس، يعني مثل ما قال السيد رضا القرعاوي هناك 32 مطلب، يعني بودنا يعني اللي يحضرك من هذه المطالب اريد نناقشها، هذه المطالب في هذه الحلقه المخصصه لكم. طبعا تحيه لزملائي وتحيه الى الاخ العزيز الاستاذ رضا، هذا الرجل الغيور بصراحه والرجل النقاب الشهم اللي دائما يعني حضوره متميز، وكذلك زملائنا الباقين في باقي فروع العراق. طبعا انا ذكرت بعض ما جاوب سؤالك، يعني ماذا استنتجتوا من هذا الاضراب. حقيقه باليوم يوم امس كان هناك وفدين من قبل وفد من قبل امين عام لمجلس الوزراء، وتم تسليمه المطالب، مطالب نقابه المعلمين، وكذلك من قبل
مكتب السيد رئيس الوزراء وتم تسليمه المطالب. اليوم حقيقة كان مجيء الأستاذ الدكتور علاء العلوان وزير الصحة التربية وكالة، وقد أرسل من قبل السيد رئيس الوزراء لسماع المطالب من نقابة المعلمين، وكان هناك اجتماع في مقر النقابة. شيء جميل جدا من السيد الوزير يأتي إلى نقابة المعلمين، وهذا العنوان الكبير هو بيت المعلم وفاء لعنوان المعلم. وبالتالي تم التباحث حول الطلبات اللي من خلال يعني إدراجها ضمن الكتاب اللي أرسل إلى السيد رئيس الوزراء، وكان هناك أكثر من 32 مطلب حقيقة يعني، لكن المطالب اللي اختصرناها 32 مطلب. المطلب الأول إبعاد المحاصصة السياسية من وزارة التربية، وهذا طبعا مطلب هو مطلب منذ زمن كما ذكرت قبل قليل. والمطلب الآخر زيادة التخصيصات المالية من الموازنة. نحن أصدرنا، البعض يقول أنه نقابة المعلمين اليوم قالت أنه لا بد أن تكون موازنة حقيقية، لا لا، إحنا بياننا قبل إقرار الموازنة بالمناسبة، وكتابنا عندما أرسل للسيد رئيس المجلس النواب هذا مطلب، هذا مطلب موجود. نعم. لذلك يعني الآن ممكن معالجة هذا الموضوع يعطوها من ضمن الموازنة الطوارئ بصراحة، إذا نريد نصحح هذا الأمر. طبعا اللي كلام اللي ذكره زميل استاذ رضا أيضا من ضمن الطلبات هو لابد من بناء مدارس تكميلية، يعني نقدر نقول تفيض عن العدد الموجود، لأنه نحتاج أكثر من 24 أو 25 ألف مدرسة، وأعتقد أنه في زمن 4 سنوات ممكن تخصص هذه الأموال وتبنى هذه المدارس بالشكل الأمثل وفق المواصفات العالمية، لا وكما بنيت بالفترة الماضية بنايات هزيلة غير صحية وغير حضارية، ولا تخدم التلميذ ولا تخدم الطالب. وكذلك نحن طالبنا أيضا، لدينا زميلات وزملاء، هؤلاء عملوا بروح الوطنية بحبهم لبلدهم بحبهم لأبناء العراق، ولا سيما بالمناطق التي تبعد عن المدن، سدوا النقص الكبير في الكوادر وامتثلوا إلى إرادة أبناء العراق، وقد عملوا بدون أجور. وهناك السنة والعام والعامين وثلاثة أعوام أربعة، حتى وصلوا أنه بعض الإخوة والأخوات 7 أعوام يعمل دون أجر ودون راتب، طالبنا بتعيينهم. وكذلك لدينا بعض الإخوة عقود، هذا ضمن طبعا مطالبنا. وكذلك المطلب اللي المهم نأكد عليه يعني، وهذا يعتبر أيضا مشروع، هو معالجة قضية الأمية اللي يعني استشفت بالفترة الأخيرة بشكل كبير يعني، وأيضا دعم الاهتمام أيضا الأمر الآخر بالمدارس المهنية. هذه المدارس يعني بالفترة الأخيرة، بس أستاذ عباس حضرتك ذكرت أنه بناء مدارس جيدة، إحنا لحد الآن بعدنا عندنا مدارس طينية، يعني هذه الوصمة العار الموجودة في المدارس، عندما تذكر المدارس في العراق نذكر أنه هناك بعدها أكو مدارس طينية. نعم، هو واقعا مدارس طينية ومدارس كرفانات ومدارس لحد هذه اللحظة قايلة للسقوط، هذا هو، وهي مشكلة يعني، هاي مشكلة. وحقيقة أيضا نضيف إلى أنه متابعة ملف المدارس التي صرفت أموال لا تعد ولا تحصى على هذا الملف، يجب أن تحاسب الدولة أين ذهبت هذه الأموال. طيب. أموال حق طالب وحق تلميذ،
تمتعوا بها وهربوا إلى خارج العراق يجب أن يحاسبوا أمام الشعب العراقي، أمام التلميذ العراقي. طيب. اليوم طالب يمتحن بالمدرسة وأقدامه بالماء. طيب أستاذ يعني أستاذ عباس يعني خليني آسف المقاطعة، خليني أخذ أيضا من صلاح الدين يعني أيضا بعض آراء بعض المضربين عن العمل من المعلمين والمدرسين، خليني أخذ هذه المداخلات. 17 ثم يليها اليوم 18 تلبية لدعوة نقابة المعلمين المركز العام احتجاجا على سلب حقوق المعلم في العراق. الإضراب الذي دعت له نقابة معلمين العراق واندمجت معها منظمات المجتمع المدني وأيضا نقابات المعلمين في جميع محافظات العراق هو الإضراب الذي يدعو إلى دعم المعلم، هذا المعلم الذي قدم الكثير للمجتمع العراقي، حيث الإضراب نطالب أن تكون هنالك دعوات لتقديم الخدمات للمعلم. إذن كانت هذه بعض مداخلات الذين أضربوا عن العمل من المدرسين والمعلمين من محافظة صلاح الدين. ينضم إلينا عبر الهاتف نائب نقيب المعلمين في صلاح الدين بسام الدوش. سيد بسام مرحبا بك. حياك الله أستاذ بسام. هناك إضراب أيضا حصل في صلاح الدين، ما الذي دفعكم إلى هذا الإضراب والمشاركة كجزء من الإضراب الذي حصل في 14 محافظة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حقيقة تحياتي واحترامي الكبير لهذا الطرح الجالس في القناة الأستاذ عباس السوداني صاحب الدمعة الكبيرة الذي تحملناها جميعا معه، والجهد الكبير الذي فعله الأستاذ عباس والمجلس المركزي في هذا الإجراء. حقيقة احنا في محافظة صلاح الدين بذلنا الجهد والتعاون الكبير مع المجلس المركزي ونقابة المعلمين العراقيين. بس ابتعد لي عن التلفزيون استاذ بسام، ابتعد لي عن التلفزيون. نعم استاذ نعم نعم استاذ نعم استاذ السلام. حقيقة احنا اليوم في محافظة صلاح الدين من يوم 17 و18 كان انجاز الاضراب بنسبة عالية جدا، حقيقة فاقت 100%، حيث جميع المدارس تم إغلاقها في محافظة صلاح الدين وذلك لتلبية لمطالبنا الشرعية. حقيقة اليوم نقابة المعلمين تبحث عن الشرعية لحقوقها وليس لحقوق المعلم فردا، وإنما للطالب للمشرف للموظف للمحاضر لجميع من هو يعمل في مجال التلبية. نعم. طيب يعني هل وجدتم يعني تفاعل من قبل حتى الناس الموجودين، تفاعل وتأييد لمطالبكم؟ حقيقة اليوم الشارع يتحدث بهذه اللغة، يقول فعلتم ما لم يفعله الآخرون وإنجازكم هذا يعني، وأوصل رسالة للحكومة وأوصل رسالة للوزراء للمجلس النواب لكل المسؤولين في الدولة العراقية أن تنظر لماذا فعل المعلم أو فعلت نقابة المعلمين هذا الإجراء. حقيقة أنا على معلومات كبيرة جدا أن هناك عديد من المخاطبات عديد من الإجراءات تهدف لتحسين وتطوير نوع التعليم في العراق، بناء المدارس اللائقة حسب ما قال أخي وزميلي أستاذ رضا. نفتقر إلى عديد مدارس كبيرة، حضرتك ذكرت المدارس الطينية، المدارس الطينية جرفت في بعض الأحيان ولم تبنى اليوم، يعني مدارس أسندت إلى شرائح ولم تبنى، خلاص انتهت المدرسة. في مدارس الريفية نبحث عن المحاضرين مثل ما قال الأستاذ عباس، عندنا آلاف من المحاضرين الذي لم يتم تعيينهم. نعم. كثير من محاضرين العراق اليوم بشهادات وبمستوى علمي ولم يأخذ فرصتهم من التعيين، لماذا؟ إذا هذا سؤال. إذا نحن لا نبحث عن مطلب شخصي، إنما نبحث عن مطلب عام لتحقيق مستوى راقي لهذا البلد المعطاء العراق أبو الحضارات. العراق هو منبع النجاح. لماذا إذا هناك أكو نقاط يجب أن تقف الحكومة على
استاذه. اليوم التامين الصحي لماذا لا يعطى للمعلم او المدرس او الموظف؟ لماذا لا يعطى هذا التامين الصحي البسيط الذي يعالج به المعلم؟ وصلت الفكره استاذ بسام. وصلت شكرا. بس استاذ بسام الدوش نائب نقيب المعلمين في صلاح الدين كنت معنا، شكرا جزيلا لك. عوده الى الاستاذ عباس السوداني نقيب المعلمين العراقيين. استاذ بسام، ما مشكله يعني من ضمن مطالبكم المناهج الدراسيه؟ استاذ عباس، استاذ عباس، ما مشكله المناهج الدراسيه؟ شكرا للزميل استاذ بسام. واقعا المناهج الدراسيه طبعا هناك بها صعوبه، وهذا ما يقره التلميذ ويقره الطالب وكذلك المعلمين. القضيه سيدي الكريم اعتقد نوهنا على هذا الموضوع في قبل تقريبا اكثر من شهر بخصوص المناهج. المناهج يراد لها مراجعه، ومراجعه سريعه طبعا. هذه المراجعه يجب ان يعني تكون ضمن مناهج تخدم عقليه او ذهنيه الطالب، مناهج مدعومه طبعا. مناهج لابد ان تدعم بدورات الى الزميلات والزملاء المعلمين المدرسين، لانه اليوم المنهج عندما يعد ولم يدخل المعلم او المدرس دوره على هذا المنهج اكيد تكون الصعوبه اكثر. بالتالي الدورات تزيد من علميه المعلم، تزيد من قدرته على اداء مهامه في الصف، وتوظيف هذه المعلومات وتوصيلها الى ذهنيه الطالب او لا فكر الطالب. هذه الامور لم نجدها بصراحه، وذكرت لك السبب بانه وزاره التربيه تقول هناك عوامل التدريب يراد لها اموال كبيره. يعني حقيقه المشاكل كثيره سيدي الكريم. يعني احنا ما يخص التلميذ، حتى احنا من ضمن مطالبنا يعني التغذيه المدرسيه، عوده التغذيه المدرسيه ودعم التلميذ باموال. انا اعتقد البرلمان الاسبق يعني قبل هذه الدوره السابقه قد اقر مبالغ كانت للتلميذ، لكن هبوط الاسعار، نزول سعر البرميل ما فعل الامر، وهي خطوه طبعا جيده جدا هي تدعم بها الطلاب والتلاميذ. كل هذه الامور هي مكمله لنجاح العمليه التربويه، اهتمام بالتلميذ، اهتمام بالطالب، اهتمام بالمشرف، اهتمام بالمرشد التربوي، اعطاء حقه. يعني اليوم سيدي الكريم مطلب مهم جدا، وطالبنا وخرجنا بمظاهرات كبيره جدا، وجلسنا مع لجنه في وزاره الماليه، وجلسنا مع السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي، وصدرت كتب، ولكن بعد انتهاء الحكومه رجعت وزاره الماليه تعطي العلاوة وتقر العلاوة والترفيع من تاريخ صدور الأمر. يعني سنتين وسنة ونص تروح من عمر المعلم المهني، وليس فقط المعلم، موظف العراق بصورة عامة. يعني هذا الظلم، يعني هذا الظلم هل يؤثر على نفسية المعلم نفسية الموظف؟ لو ما يؤثر يا أخي أنا ما طالب شيء خارج المألوف، أنا طالب حقي. أنا معلم أكمل فترة المدة الأصغرية ويأتي إلي الترفيع كما كان في السابق إلى مدرستي، يجي المدير المدرسة يقول لي جاك كتاب ترفيع ألف مبروك، ويأخذ مستحقاته المالية. اليوم كتاب وصل للمديريات من السيد مفتش العام لوزارة التربية يريد يسترجع المبالغ اللي أخذها المعلم ضمن استحقاقه القانوني. احنا وين وصلنا؟ وطبعا هاي كل هالكتب حتى السيد المفتش العام اعتمد على كتاب وزارة المالية اللي يقولون تاريخ صدور الامر. يا اخي يعني اليوم بعض الناس في الحكومة هي تأثر على اداء الحكومة. طيب خلينا في الحكومة تأثر على اداء الحكومة، ومن اللي الضحية؟ الضحيه المعلم والضحيه الموظف. خلينا نسال بعض الاسئله للسيد صفاء الغانم، النائب صفاء الغانم عضو لجنه التربيه النيابيه. استاذ صفاء مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم. يعني بالتاكيد تابعتوا انتم كلجنه التربيه النيابيه الاضراب اللي حصل اللي قام به المعلمين والمدرسين في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان.
يعني هل تواصلتم مع نقابة المعلمين؟ نعم، احنا اليوم كمطالب نقابة المعلمين طالبنا بها يعني خلال الفترات السابقة من خلال كتب رسمية. كنائب في لجنة التربية انا قدمت عدة كتب لأمور عديدة في حقيقة الأمر، منها مسألة الترفيعات، منها مسألة المناهج، منها مسألة العلاوات، أمور كثيرة قطاع التربية، من أقول كبوات، أزمات، معوقات كثيرة تحتاج إلى تدخلنا في هذه المسألة. اليوم إذا لم نستطيع النهوض بقطاع التربية، اليوم الأصل في كل بيت في كل عائلة يوجد معلم، يوجد مدرس، يوجد طالب. ووزارة التربية اليوم عاجزة عن تغطية مطالب الكوادر التعليمية في مسائل عدة، منها مسألة شمول الترفيعات، مسألة توفير قطع الأراضي أو المساكن الكريمة لهم وغيرها من المطالب. واليوم الموازنة الاتحادية لم تنصف وزارة التربية التي هي نسبتها 3%. طيب هذا الأمر يحتاج يحتاج وقفة جادة من كل القطاعات، إن كان نقابة وإن كان وزارة لابد أن تأخذ موقع، وإن كان كنواب أو أعضاء مجالس محافظات لابد أن نوض بقطاع التربية ودور المعلم. الكل يعني ما هو دور المعلم الذي هو شريان المجتمع اليوم، يعني بدون تعليم المجتمع الذي ليس فيه تعليم على مستوى عالي سيكون من المجتمعات الجاهلة. والكل يعلم اليوم العراق من لم يكن له أي مسألة في مسألة التقييم. يعني أستاذ صفاء، أنتم تؤيدون الإضراب الذي قام به المعلمون والمدرسون؟ أنا أؤيد المطالب التي دعونا لها قبل أن تدعو النقابة لها صراحة، ونحن متضامنين مع النقابة في الحقوق التي لابد أن تكون للمعلم والمدرس في هذه المسألة، ولابد إصلاح القطاع التعليم بصورة واضحة، واصلاح كافة البنى التحتية اليوم، ليس بمسألة المعلم أو مسألة البنى التحتية. اليوم المدارس على مستوى البصرة، أقول لك اليوم أنا زرت مدارس كثيرة في البصرة لا ترتقي إلى يعني الطالب والمعلم ليداوموا فيها، فلا بد اليوم كل أمور يجب أن توفر لقطاع التربية من تعديل مناهج، إصلاح بنى تحتية، ضمان حقوق المعلمين، ترفيعات، علاوات، يعني مسائل كثيرة. فلا بد أن نطالب الوزارة بأن تأخذ دورها وخلال كتب رسمية خاطبت بها الوزارة لاسترداد حقوق للمعلمين التي منذ سنوات عديدة. وأبسط مسألة الترفيعات عوات من تاريخ مباشرة أو من تاريخ الاستحقاق، هاي مسألة أبسط مسألة، فكيف للمعلم يبدع وهو لا يعطي بدون أن يأخذ أي شيء؟ نعم، الأستاذ صفاء الغانم عضو لجنة التربية النيابية كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. عودة إلى السيد عباس السوداني نقيب المعلمين العراقيين. أستاذ عباس، سمعت ما قاله السيد صفاء النائب صفاء الغانم عضو لجنة التربية النيابية، هو متضامن جدا مع مطالبكم. تحية للسيد النائب، ولكن هناك اعتراض أرجو أنه لا يبخس حق النقابة. النقابة كتب موثقة، وقبل سنوات يعني أعتقد أنه هذا واضح لدى الجميع من خلال الإعلام، من خلال المؤتمرات، من خلال لقائنا ويا السيد رئيس الوزراء السابق والأسبق، ومن خلال لقاءاتنا ويا الوزارة، ومن خلال لقاءاتنا ويا لجان التربية والتعليم على مدار الدورتين السابقة. لا نقابة المعلمين قد سبقت الغير وشخصت، لكن للأسف الشديد لم يفهم المسؤول دور النقابة. يعني هو هذا المشكلة والنظرة. نقابة المعلمين نقابة وطنية شريفة، نقابة المعلمين تشخص الأشياء السلبية، ولكن اختلافنا مع السيد الوزير السابق شنو؟ اختلافنا ما يسمع. وأنا شخصيا ذكرت له يوما ما، قلت له يا أستاذ، يا دكتور، يا أخي، تقف وأنا أقف خلفك، أقف معك ونقابة المعلمين خلفك، ونطالب بتخصيص موازنة تليق بالوزارة. ما شفته في يوم مؤتمر صحفي خرج وطالب، أو ما يوم شفته دعم معلم أو معلمة. يعني حقيقة كنا حتى المعلم الذي يعتدى عليه الشخص، احنا نصدر بيان واحنا نروح نزوره للبيت، وهو ابن التربية، يعني
هو يفترض هو الرجل الأول بالتربية يعني. هذا هاي الأمور يعني الصراحة يعني غفل عنها الكثير. لو كان هناك تعاون بصراحة تعاون مع النقابة ومع تعاون يكون مشترك وهذا التعاون يكون وثيق لما وصلت عليه العملية الآن، لأنه مرت العراق مر بموازنات انفجارية أخي الكريم، ولكن للأسف الشديد غياب أو صم نعم. الأذان زاد الطين بلة، هاي المشكلة. طيب يعني أكو مدارس الآن تبنى بشكل جيد، لكن أكو مدارس هذه الدوامات اللي الثلاثة يعني هذه شلون دا يدرس ثلاث المدرسة بها ثلاث دوامات شلون يدرسون؟ أستاذ الفاضل هي هاي مشكلة يعني أعتقد يعني ذكرناها في أكثر من مكان في أكثر من محفل، وأنا شخصيا قدمت مشروع ناجح أسميته المشروع الوطني لبناء المدارس وما ليكلف الدولة، ولكن أيضا قدمت المكتب سيد رئيس الوزراء وإجتني الإجابة إلى مقر نقابة المعلمين بأنه لعدم تخصيص مال كافي لإدارة هذا المشروع، يعني اعتمدت على الفائضين في الوزارات، لدينا مهندسين، لدينا كوادر وسطية، لدينا عمال، هناك مؤسسة سموها التصنيع العسكري، كثير من هذه المؤسسة هم جالسين في بيوتهم يأخذون رواتب، طبعا رواتب رمزية أو ما أعرف بالضبط شنو، يمكن ذولا استغلهم هاي الناس استغلها وممكن يساهم في بناء المدارس، وفقط أنه على الدولة توفر الأرض والإسمنت عندنا والطابوق عندنا وباقي وسائل البناء عندنا ويصبح مشروع وطني خالص عراقي، والأي يعني ضمن تخطيط عالمي شنو الإشكال يعني؟ يا أخي لو أكو تعاون أعتقد أنه نرجع التربية لعصرها الذهبي، نرجع التلميذ ورجع المعلم وتعطى الحقوق. ثق يا سيدي الكريم يعني أمل العراق وإصلاح العراق بهذا القطاع، لأنه أكو هناك مشتركات ما بيننا وبين كافة يعني قطاع التربوي مشترك مع كافة مؤسسات الدولة. بمن مشترك؟ بالابن والبنت، هو هذا جيل العراق. ليش نحرم جيل العراق يا أخوان؟ اليوم احنا نعرف يعني على هاي الوضعية لا أجيال يعني راح نخسر أجيال. طيب ما ممكن أستاذي أنه تأجير بنايات؟ نعم تأجير بنايات إذا كانت يعني بدل ثلاث دوامات تأجير بنايات. أيضا وزارة التربية إذا تفكر بتأجير بنايات لابد أن توفر أموال وتخصص أموال، وإحنا ليش نأجر يا أخي؟ والله لو مشروع بناء المدارس منطين يعني مستلمة إيد أمينة، لا اليوم ماكو ولا عندك نقص مدرسة يا أخي هاي المدرسة العراقية اللي خرجت فحول، خرجت خيرة الأطباء خيرة المهندسين، وعندنا مثال أطباء أبرز الأطباء اليوم بالمملكة المتحدة بريطانيا هم عراقيين. المهندسين عندنا مثال بسيط رحمه الله زها حديد، عندنا خبراء بنا ودول عربية، اليوم الدول العربية موجودة تشهد إذا كان قطر وإذا كان الإمارات وإذا كان الدول الأخرى بنتها العقول العراقية موجودة والطاقات موجودة، لكن ماكو عمل يخلو من الاستراتيجية، ماكو استراتيجية. لذلك اليوم حتى اختيار بالمناسبة حتى اختيار موقف الإضراب هو لإصلاح العملية التربوية مع ولادة هذه الحكومة، وأنا شخصيا أتمنى للحكومة النجاح، لأن نجاح الحكومة يخدم البلد يخدم الشعب،
أكيد أنا مواطن عراقي مؤمن بالديمقراطية ومؤمن بحماية بلدي من الجهل، ومؤمن بتقدم بلدي، مؤمن بانتعاش المواطن العراقي. العراقي بطيبته صبر كثيرا. يعني تتوقع استاذ عباس، استاذ عباس تتوقع البلد راح ينهض لما وزارة التربية لها 3% بينما الميزانية الانفجارية تذهب إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية؟ ما راح ننهض، ما ننهض. أنا أعتقد 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 إذا اعتمدنا اعتماد حقيقي واعتمدنا اعتماد وموازنة تليق بوزارة التربية، أنا أعتقد يتغير كل شيء في العراق، كل شيء يتغير بالعراق. كانوا طلاب عرب يسابقون على الجامعات العراقية لأن يعرفون الأساتذة والجامعات العراقية شنو مستواها. ليش يعني شنو السبب يا أخوان؟ يعني أنا أريد أعرف هذا الإهمال تجاه التربية والتعليم شنو هدفه؟ الهدف مالته شنو؟ اليوم مطلب نقابة المعلمين اللي وصل كل بيت عراقي وكل مسؤول عراقي يجب أن يأخذ محمل الجد. واليوم على السيد رئيس الوزراء، وأنا أترجى والله والله إن خدمنا العملية التربوية وقدمنا لها المزيد ودعمنا المعلم ودعمنا التلميذ وبنينا مدرسة، والله العظيم يرجع العراق وبقوة وإن شاء الله العراق منتصر. لكن ولكل الأمور كل الأجواء متوفرة اليوم، لإيراد اهتمام، إيراد تركيز. طيب أكو مطالب يعني يقدرون، يعني رئيس الوزراء يقدر يسويها بدون يعني بشكل يعني مباشر، شنو هي مطالبكم اللي يقدر يسويها بشكل مباشر؟ سؤال جميل جدا. واليوم تحدثنا احنا مع السيد الوزير بهذا الخصوص. هناك مطالب طبعا ممكن انه قضية الترفيع والعلاوة تحسم بقرار من مجلس الوزراء ويصبح امر على وزارة المالية وعلى من ينفذ هذا الامر. المطلب الاخر هو السكن بصراحة السكن مهم. يعني بعض الأخوة ينظر أنه بس المعلمين السكن، يا أخي نظامنا الدستور. أنا اليوم شلون أنا أنتمي لبلدي إذا ما تكون لي قطعة أرض؟ حقيقة يعني أحب أن أنوه على شيء. لقانا بالسيد وزير الإسكان والعمار قبل أيام، فذكر أنه قال نعطي أراضي ولكن الخدمات على المعلمين. المبلغ حقيقة المقدم للمتر الواحد 75,000 دينار، هاي لخدمات التبليط والمجاري والماء والكهرباء. هذا المبلغ بصراحة حسبناه مبلغ كبير، وخاصة في بغداد تكون الأراضي التابعة لوزارة الإعمار والإسكان خارج حدود بغداد يعني بالأطراف. واعتقد انه هذا المبلغ مبلغ كبير جدا. يعني ايضا بي يعني احنا عرضناه على جماهير المعلمين ولكن رفض من الجميع بصراحه، رفض من الجميع. يعني احنا نريد اكثر تسهيلات، نريد ان نخدم ابناء شعبنا. طيب. واعتقد انه من خدموا المعلم والعمليه التربويه الان بلدانهم تضائي الدول المتقدمة الكبرى. شكرا شكرا أستاذ عباس السوداني نقيب المعلمين العراقيين، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدي الكرام، كان معكم خالد بن جاسم، إلى اللقاء.